They looked at the most successful men and women of the world, and they found that they had like 7-8 things in common. And one of the things they all had in common was a routine. They are obsessed with their routine. In this video, we will try to be that girl. So productive, eat healthy, work out. Be sure that if you follow these steps, your life will change, especially with the beginning of a new year. With my love for you, Rania, prayer above all. Morning routine. Nani? Healthy breakfast. Water, 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 don't forget. صوبي بيز هذه هي اللبسه اللي غادي نلبس. هادو كنديرهم من تحت هاد الصفاطمه. حقاش هاد الصفاطمه هادي انكم كدوب وقت الدهون وزوينه الصراحه. هانتوما البنات اللي يسولوني ليها كنت خديتها من جوميا. ولبس قبيه كحله وهاد الكولون والتقاشر ديالي في الكحل والصبر ديالي حتى هي كحل. لايم اند مينت. Time. She says you're my everything.
Meaning banana. So yummy. It and thanks me later. Being indecisive makes me anxious. All your number and it's out of service. Can I call for your information? What am I supposed to do after we've done everything that we've done? Who is your replacement? بيز كيف ما كتشوفوا اخيرا جنجر. المهم هذا اللي كنوريكم دابا دره ديال اختي وضروري غنديروا معها شي حاجه فيه, ضروري نديروا معنا اللمسه ديال اليد ديالنا تمايا ضروري. كيف ما كتشوفوا واخيرا جنجر. دونك بيبيز داكشي اللي خاصو يتزاد راه تزاد, اللي خاصو يتنقص راه يتنقص, واللي كان داكشي دوك الضريبات الصغيورين وهذا حتى هما راني كنت عاقل على لي ديتاي صغيورين باش نخبعهم وهذا. لحقاش راه كنت قلت لكم ملي كنوصلني لماريو كنوصلني مضروب من شي جوايه ومن هنا ومن هنا ومن هنا, ولكن دابا الحمد لله راه تقاد كامل. وكما كتشوفوا سقنا حتى هذه في الصالون ياس. المهم درنا داك الشيء كامل في دقه واحده. ايوا صافي, هنا غادي نبدا نخوي هاد البلاصه هادي من الحوايج باش غادي نستفوا الحوايج ديالنا. ماي جاد, انا فرحانه بزاف لحقاش واخيرا علقت حوايجي. وهاد الحوايج اللي غادي نوريكم دابا هادو راه هما تلقاهم في لاباج ديالي. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش, انا راه عندي واحد لاباج كنحط فيها لي فيتمون ديالي اللي كانوا ديجا ملبوسين ولا الحوايج اللي كيكونوا هكا مازالين جدادين. دونك راه كتلقاو تما جديد والقديم بجوج بهم, كاين اللي كيكون جديد وكيكون تلبس مره وحده, كاين اللي كيكون قديم وكيكون تلبس بزاف المرات وكنبيعوه باثمنه هابطين. دونك داكشي على حسب لارتيكل وكيفاش داير, ولكن اكثريه الحوايج كلهم نقيين ما مقطعين ما حتى حاجه. دونك كتاخذوا حوايج جدادين ونقيين وزوينين. اون بلوس دو سا ما كاينينش في المغرب, دونك هادو حوايج كلهم كيكونوا ديال برا. هادي لا كوموند ديالنا اليوم. البنيته خدات جوج تلي زارتيكل, خدات لا فيست ولا شوميز ديال زارا. دونك عطينا هاد الساك هذا كادو. غادي نوريكم اشنو خديت من بيم. مهم داكشي اللي ناقصني هاد السيمانه واللي محتاجه بالضبط اليوم, شعري ما تديوهاش فيه. انا عارفه دابا كنبان لكم بحال شي سبع منفوخ, ولكن كنفضل انني مين نجي من لاصال كنجمعو بحال هكا. اصلا دابا كاين غير البرد الصويع. غادي نبداو باول حاجه هما لي بات. مره كنديرهم مع لاصوص طوماط ومعهم يا اما فيون داشي ولا بولي, وكنديرهم كيجيو فنيين مع الفرماج وداكشي.
كتجي كتحمق الصراحه، بانهم حنايا اليوم هيلثي جير غادي نديروهم مع مايز ومع الطون ومع شويه ديال المايونيز وشويه ديال التوابل. عرفوني انا حماره ومكلخه، حنايا عندنا المايز في الدار وانا شريته ما عرفتش علاش، المهم كانت عندي شويه الفلوس بغيت نخسرها في بيم. ما تستعملوه اول حاجه تاكدوا من لادات، شوفوا واش لادات داكشي مناسب ولا ماشي هو هذاك، وقبل ما تستعملوه ملي تكونوا غادي ديروه مع لاباط ولا مع شي سلطه ولا شي حاجه غسلوه بعدا بالماء وديك الساعه تستعملوه. معلومه ثانيه اضيف الى معلوماتك، وخديت طون باسكادا كان في الاول ديال 7 درهم دابا ب 8 درهم الله يخلي الحق. حب ديالي في السيزيام كنت مبليه به بزاف 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 بزاف، وهو اللي كان غلظني لحقاش انا كناكلوه بوحديتو كندير له بحال شي شيبس، كنبقى ناكل اختي هكا زعما كنتفرج وكناكل كنتفرج وكناكل، هو صراحه كيغلظ ولكن الصباح الا كنتو غديروه مع الحليب وداكشي كيجي واعر بزاف. عرفت علاش كيعجبني شي بيم وتبقى عندي هاد الكفيفه كتنفعني. اتس كوكين تايم، واش غادي ندخلوا الكوزينه بهضره السبع بحال شي سبع راسي والله الا بحال شي سبع. Oh my God, loved it. Hi babies, I'm back. قبل أن نسمع وريتكم شنو درت لشعري بعدا في الدوش، كندير له هذا ملي كنخرج من الدوش كيكون مازال فازك، كندير غير الأطراف هاب واعر. سو تاني حاجة كنديرها ملي كيبدا شعري كينشف وكيولي بحال هكا كيبدا يطلع في السما كندير له هادي، هادي ديال أوريفلام. قبيلة ملي درت له هاد الزويجة وأنا طالقاه بحال هكايا غادي نديرو ماي سكين كير. هذا هو ديماكيون اللي كندير ديال غارنييه باي دوي، راه قريب يتسالى ليا دابا، راه بقى فيه شوية حتى هنايا. الفلوق اللي فات كنت بارطاجيت معكم هذا ديال ايفغوشي اللي يلاه شريته، وقبل منه كنت كنستعمل هذا باي ذا واي، غير من هذا الشيء راه غيبان لكم انني كنت اوبسيست ويد هاد الجيل. دونك هذا اللي كنت شريت ديال ايفغوشي هو بصراحه زوين ايتو فيه سولفات، دونك ملي كنغسل انا به ما كيرغويش ليا. انا اختي الا ما كنتش كنغسل هكا بلو جيل وكندير وكتخرج الرغاوي وداكشي كنحس براسي ما كنديرش شي مجهود. هذا لو بري ديالو كان بشي 130 درهم 120 درهم بحال هكا، هذا داير بشي 90 ولا 80، دونك راه باينه الفرق، لكن هذا فيه اكثر من هذا، دونك هذا فيه اكثر. ولكن ملي كنت كنغسل به اول حاجه انا اصلا قبل ما كنغسل وجهي من الماكياج كنكون اصلا ديماكييتو، كنجي كنغسل وجهي هذا بصراحه كان كيغسل لي وجهي واعر كيرغوي كتحسوا بها كينشف لكم لابو ديالكم، خصوصا الناس اللي عندهم لابو دهنيه هذا راه مزيان. تقريبا هادي شي 4 ايام ولا 3 ايام وانا كنغسل به، كنغسل به في الصباح ملي كنفيق وبالليل قبل ما كننعس في هاد الوقيته هادي بالضبط. هو كيغسل ولكن ماشي بحال هذاك الاخر، مقارنه مع الثمنه راه باينه هذا هابط والاخر طالع، ماشي بالضروره راه شي حوايج بعض المرات كيكونوا غاليين وكتاخذوا شي حاجه قل منهم في البيدجي وكتصدق زوينه. هذا الصراحه راه حتى الان غسلت به لاحظت انه ما كيديرليش الحبوب، ما بقاش فيه الحبوب بحال الاولاني. باي ذا واي هذا راه ماشي اشهار، هذا بصراحه راه زوين دابا انا راه كنستعملو وما غاديش نقول لكم دابا راه خايب وما تاخذوهش وداكشي، ولكن صراحه غادي نعاود نعطيه شي سيمانه بحال هكا ومن بعد نعاود نرد عليكم نقول لكم واش شديوه ولا لا. واحد الان راه انتم كما كتشوفوا لابو ديالي راه ما بقاتش بحال الاول، خصوصا انني اصلا قطعت الدهنيات وداكشي، دونك راه هو غادي يكون سبب من الاسباب انه ما بقاش كينوض لي الحبوب، ولكن راه ماشي واعر بزاف دونك عادي. باي ذا واي بغيت نشاور معكم في واحد الحاجه تقدروا نتوما تفيدوني الا كنتو اصلا مجربينها، حنا اصلا دايرين هاد لاشين هادي باش نتبادلوا المعلومات. سو يا قبل داك لو جان نيتويون ديال سيغافي ولا سيغاف كل واحد شنو كيقول لي، ان شاء الله بغيت نشريه وغادي ناخذ ديال لابو دهنيه لحقاش انا اصلا عندي لابو ديالي دهنيه، داكشي علاش ديما فيا الحبوب ديما لابو ديالي مزيته. قولوا لي واش زوين ولا لا، واش نتوما جربتوه لقيتو عليه شي زعما شي نتيجه زوينه في الاخر، لحقاش كل واحد ولابو ديالو، تقدر انا لابو ديالي ماشي بحال لابو ديالكم، تقدر عاوتاني نتوما لابو ديالكم ماشي بحال لابو ديالي. سو ان شاء الله بغيت نتشاور معكم بعد عاد باش ناخذو، باش ان شاء الله منين نبداو 2023 نكون خديت شي حاجه اللي زوينه وغادي نتستيها معكم. وصافي الصراحه راه كلشي كيشكرو دونك ان شاء الله غنتستيوه حتى هو. دونك بيبيز هادشي اللي كاين دابا غادي نمشيو نديرو ماي سكين.
سو جايز دابا جات اللحظه المشوقه واحد جوج ثلاثه جيت بعدا نشرح لكم. كاين البنات اللي ما يعرفوش الكونسيبت. الكونسيبت هو انه بزاف ديال الموديل بزاف ديال لي مانكان كيديروا هاد لاستوس انهم كيجيبوا واحد البانيو whatever كيعمروه بالماء بارد وكيديروا معاه الثلج. انا عندي هنايا بانيو فيه الماء بارد من الفريكو ومعاه هاد لي غلاصون. نجي نحاول نشد البانيو ونخشي وجهي فيه لحقاش انا عندي المسام اصلا كنت كندير الثلج مش حال هادي دابا حبستو دابا خصني نبقى نديرو ملي نكون بحال دابا كندير سكين كير وهذا في نوينا كندير هاد الشتاتشي هاكا مزيان بلاتي كحس بارد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد خصني نخشي وجهي كاملا نقص الماء. انا واجده غادي نحاول نخشي وجهي مزيان في البانيو دابا هادو اصلا راهم متلجين خصني نبقى ندير لهم بحال هكا سو واحد جوج ولكن عاجور كتحسوا واحد الانيرجي مي يمكن هذا خصكم تفيقوا مع السبعة الصباح وتبغيو تمشيو لاصال خشيو وجهكم فيه او ماي جاد غادي نبقى نديرها كل صباح كل ليل ماي جاد كتكون حاسس بوجهي بلا قلت لكم واحد الحاجه انا ماي دريم هو انني نتخشى في الثلج ما كرهتش نتخشى في الثلج ولكن خايفه قلبي يسكت لي ما كرهتش نتخشى في الثلج بحال دابا يكون البرد وتخشى في الثلج واعر احساس خطير انا عاود نخشي وجهي انا عاود نخشي وجهي شو حسيت بواحد الاحساس رائع شو التحيمه غادي نديرو هاد الماسك كان جبتو لي صاحبتي اطار قم بين 15 حتى 20 مينوت غادي نديروه على ما غادي نشعل البيسي وغادي نوجد داكشي اللي خصني نديرو الماسك اللي غادي ندير هو هذا تقدروا تلقاوه هنايا المهم راه كيكون لي ماسك بزاف وانا اصلا خصني نمشي نشري لي ماسك لحقاش بقاو ليا غير شي 4 ولا 5 بحال دونك خاصني لي ماسك كنحتاجهم راه ديال البيض واو عشو اصلا فيه واحد الرطوبيه في الشكل فيه واحد الريحه هكا كتحسوا بها ديال كلينجر عرفتي داك الفايب مهم بحال هكاك غادي نطلعو هنايا وغادي نخليه بحال هكا او ماي جاد عشو راه فريمون واعر ورطب بزاف صوب
بيبيز كيف ما شفتوا مازال عندي لاكلاج ديال هذا الماسك اللي درت بصراحه واعر كيعطي واحد لافي الوجه خطير وموراها غادي ندير وغادي ندير معاه هاد يعني شحال هادي استعملتها صراحه ولكن بما انه اليوم الفيديو ديالنا ذات جير غادي نديرو هادشي وغادي نتسناو شي 5 دقائق وغادي نكمل ماي سكين كير